هذا اول قسم من البيانات اللي هي الويلهدر. في عندي الديفيشن. شو معنى الديفيشن؟ ميل. هاي البيانات تتضمن احداثيات البير، هل البير شاقولي ام مائل بزاويه معينه، الازيموث زاويه الميل. وفي عندي النوع الثالث اللي هو اللاس، والمقصود باللاس اللي هي بيانات اللوج. فهاي اللوجات اللي تنتجها شركات القياسات، مثل عندك شلمبرجير، في تعملنا ملف للقياسات، في عندنا قياسات الجاما، النيتروني، السونيك، الريزيستيفتي، يجي على شكل ملف لاس نصي يتضمن العمق مع نتائج القياسات. الآن هذا شغلنا اليوم للجلسة، راح نبدأ هاي البيانات اللي راح أبعث لكم إياها إن شاء الله، ونبدأ بجلسة اليوم. أول ما أنت تفتح ملف، تفتح برنامج البترل، هاي واجهة البترل. طبعا أنت راح يطلع معك من عند الهوم. في عندي أنا هذا الخيار اللي هو Perspective. هذا الخيار عندما تفتح عليه تنقر راح يظهر لك العناوين الرئيسية الموجودة في بترل. فأنت ممكن مثلا تريد تشتغل على نموذج مكمن ريزرفوار، فتختار ريزرفوار اند برودكشن، فتحلي التبويبات اللي تتعلق فقط بالمكامن والإنتاج البرودكشن. ممكن أنا أختار على Advanced Geophysics، فتح لي أيضا فيما يتعلق العناوين الرئيسية مثل Seismic Interpretation. ممكن أختار Geology and Geophysics، فتح لي. طبعا أنا أفضل دائما، إحنا دائما نبدأ بهذا الخيار اللي هو Geology and Geophysics، راح يفتح لي أهم المكونات اللي نحتاجها. تمام. طبعا هاي العناوين راح نمر عليها اول باول. اول شيء، اول ما تفتح انت البرنامج روح على ملف الفايل، نعمل نيو بروجكت، يعني مشروع جديد، بدي افتح مشروع جديد. طبعا ننتبه لملاحظة، دائما لما نشغل برنامج البتريل ما ننقر على أي شيء، ما نكبس على أي خيار، نعطي البرنامج فترة لحتى لأنه مو بس فتح البرنامج، يعني هو حمل، هو يستغرق بعض الوقت لحتى يحمل المكونات. فإذا نقرنا على أي علامة أو تبويب وكان لسه هو في طور تحميل، ما راح يحمل بشكل كامل، ما راح يفتح بشكل صحيح، راح تلاحظ بانه بعض الخيارات ما هي موجوده بالبرنامج. فاذا احنا لما نشغل البرنامج نعطيه الوقت الكافي لحتى يتحمل، يعني نتركه شوي بعدين نبدا بالعمل. اول خطوه من فايل، فتحنا نيو بروجكت. الان راح نفتح البروجكت ونسميه بتسميه ونعمل له حفظ. في عندكم شيء سؤال على الداتا اللي أخذ درسناها؟ بيانات؟ لا تمام. أستاذ بالنسبة بعد طيب. إذنك للتوب توب توب والبوتوم، يعني تقول أنا ما فهمت شو هن بالضبط. أوكي. توب ديبس أو بوتوم ديبس يمكن توب هيك؟ ديبس. توب ديبس والبوتوم ديبس، نعم. أستاذ هن توب يعني ده شو، لتشكيلة أو لا؟ أوكي. الان احنا القياسات البئريه اللي تتم، احنا مو اخذنا ملف اللاس اللي هو القياسات البئريه. ايه استاذ، هاي القياسات تمت لمجال معين. تمام. احنا نعرف ان القياسات البئريه تتم مثلا لنطاق الطبقه المنتجه، ممكن لاعلى من الطبقه المنتجه بطبقه الغطاء مثلا،
يعني ممكن تملى 200 او 300 او 400 متر. اوكي، فهذا التوب ديبس يعني هو اعلى مجال القياس، البوتوم ديبس هو نهايه القياس. ايوه تمام تمام. طبعا لاحظ بالعناوين الرئيسيه الموجوده هي ستراتيغرافي، في عندنا سيزميك انتربريتيشن، في عندنا هذا النموذج الجيولوجي، في عندنا ستراكشر موديل هذا اكثر شيء راح نشتغل عليه، وفي عندنا البروبرتي موديلنج ايضا هذا لتوزيع الخواص، يفيدني بتوزيع الخواص على النموذج، وفي عندنا الفراكشر موديل هذا نستخدمه للفورميشن اذا كانت كربوناتيه. هاي اهم العناوين الرئيسيه اللي راح نشتغل عليها. في عندي الويندو، هاي الويندو تتضمن نوافذ ثنائيه وثلاثيه الابعاد، ايضا هي تضمني عرض الويل سكتش، هاي من ايضا من العناوين الرئيسيه اللي تهمنا. الان احنا فتحنا نموذج جديد نيو بروجكت، راح نعمل لها النموذج سيف، نحفظه باسم، نعمل له بعد ما فتحت البروجكت نعمل له مثلا سيف بروجكت از، نحفظه في مكان معين وليكن على سطح المكتب، سميه بالتسمية اي تسمية لها النموذج. فدائما اذا الخطوات هي اول شيء فتحنا نيو بروجكت، عملنا له سيف، سيف از، حفظ باسم في مكان احنا نختاره قبل ما نبدا عمل اي خطوه، نحفظ النموذج. راح تظهر لنا رساله، هاي الرساله تتضمن هل احنا نعرف احداثيات المنطقه اللي موجود فيها الحقل، احنا راح نشتغل على الحقل، فهذا السيلكت سي ار اس اللي هو تحديد الاحداثيات. اذا احنا ما نعرف احداثيات الحقل نختار كونتينيو، اذا نعرف احداثيات الحقل ممكن انت تضغط على السيلكت وتحدد من الخريطه موقع الحقل. الان اذا رحنا على سطح المكتب راح نلاحظ انه حفظ لي النموذج الجديد باسم، هذا هو ب الصفحة فاضية، هي صفحة الانبوت. في صفحة الانبوت راح نبدأ بإدخال البيانات اللي تكلمنا عنها. هاي البيانات اللي هي بيانات الآبار، بنروح على فولدر نيو ويل فولدر، ظهر لي الويل. نضغط على الويل بزر الماوس اليمين، نروح على import on selection، راح يفتح لي نافذة. الآن هاي النافذة أنا أكون مجهز البيانات بمجلد، هاي البيانات طبعا اللي نستخدمها في برنامج بترل، أنا اليوم راح أستخدم بيانات القياسات البيرية. وين حاطها؟ حطها في مكان معين بملف الويلز. طبعا اللاحقه هاي اللي الفايل تايب، اللاحقه لازم تكون او الويل هيدر. انا حاليا راح ادخل ملفات الويل هيد. الويل هيد ايش قلنا تتضمن؟ اسم البئر والسيمبول والتوب والبوتوم. حلو، إذن هي الدليل.
هي الدليل اللي لازم أبدأ به. أوكي؟ أي تمام. هي الدليل اللي لازم أبدأ به. طيب إحنا بدنا إنها إذا أنت مختار لاحقة أي لاحقة أخرى غير الولهد ما راح يكون الإدخال صحيح. أنقر على الولهد وأتأكد من اللاحقة وأعطيه أوبن. راح يفتح النافذة فيها النيم فيها اليو دبليو اي فيها السيرفيس اكس سيرفيس واي. هاي طبعا الاكس والواي بيانات الاكس والواي. راح نلاحظ عدد الأعمدة حوالي 11 عمود. الخطوة التالية هي نقارن هاي الأعمدة مع البيانات السفلى، هاي الأعمدة السفلى جدول. يعني الآن عندي النيم لازم يكون مطابق للجزء السفلي اللي هو الويل نيم. اوكي؟ الآن عندي هذا العمود مو موجود، عندي سيرفيس اكس لازم يكون. فإذا هذا العمود ممكن أشيله. أحدده وأعطيه اكس. صار عندي العمود الثاني سيرفيس اكس، هذا مطابق للاكس. واضح انا مع مين عم قارن؟ اي استاذ واضح. العمود الثالث سيرفيس واي مع الواي. العمود الرابع لازم يكون عندي كيلي بوشنج بينما عندي غير تسميه. طيب اروح انقر على هذا السهم الصغير. يعني اول خطوه احنا بدنا نتاكد الداتا اللي احنا ندخلها مطابقه مع الداتا اللي يفهمها البترل. البترل بده هاي الداتا. لان انا عندي لازم يكون العمود الرابع كيلي بوشنج. اتفاجئ انه العمود الرابع الان اسمه ولدتون فاليو، بدي اغيره الى كيلي بوشنج. كيف اغيره؟ انقر على هذا السهم الصغير، ابحث عن كلمه كيلي بوشنج، اذا موجوده اختارها، اذا مو موجوده اروح اختار على انقر على يوزر. بعد ما نقرت على اليوزر احدد الكيلي بوشنج يعني ككلمه والصقها في السطر، اصبحت هذا العمود كانه للكيلي بوشنج. العمود الخامس لازم يكون توب ديبث، ايضا نفس الطريقه اروح اختار يوزر وادخل توب ديبث. العمود السادس بوتوم ديبث ايضا اختار يوزر. طبعا اذا وجدت بوتوم ديبث ضمن التسميات تختارها، ما وجدتها تختار يوزر، تحدد كلمة بوتوم ديبث ونعملها لصق. العمود السابع ويل سيمبل، وهذا السيمبل اللي هو الرموز. طيب ظل عندي شيء أعمدة؟ لا لا. إذا لازم أحدد بقية الأعمدة، أضغط بمؤشر ماوس وزر الكنترول وحدد الأعمدة المتبقية اللي ما هي موجودة، وعلى الإكس أعملها حذف. الآن أنا أتأكد من تطابق البيانات. ظل عندي number of header line، يعني كم سطر للهيدر، كم سطر للهيد عندي. بيانات الهيد سطر واحد، احط واحد. اعطي اوكي فور اول، راح يفتح النافذه. ايضا اوكي فور اول لان حمل لي بيانات. لاحظوا هاي الابار مع رموزها. اذا فتحت انا على النافذه، خلني افتح نافذه 2D من ويندو، افتح نافذه 2D وانقر على الويلز، اظهر لي الابار على شكل فقط نقاط او رموز اللي هي سميناها ويل سيمبل. تمام. اذا ضغطت بمؤشر الماوس بالدائرة الماوس، يعني قربت الشكل، راح تلاحظ
راح تلاحظ هاي الأشكال مع وجود تسمية البير، كل بير تسميته. طيب هاي الويل سمبل إيش معناها؟ منين نجيب معناها؟ ننقر نقر مزدوج على الرمز بجوار البير، يعني تنقر على هالمكان على الرمز. أظهر لي هاي النافذة اللي تتضمن الويل سيمبل. الويل سيمبل راح يعطيني كل رمز ومعناه. مثلا هذا الرمز اللي هو دائرة نص فارغ ونص مليان اسمه ماينور أويل. في عندي أباندون يعني مهجور. في عندي إنجكشن ووتر هذا الرمز. لاحظوا رقم 16 اللي هو انجكشن غاز. في عندي انجكشن ووتر، في عندي غاز، هذا البير غاز. واضحه شو معنات الويل سيمبل؟ واضح انه هو رمز يعبر عن حاله البير. فانا اعرف كل حاله بير، ممكن يكون بير مهجور اباندون، ممكن يكون بير حقن، او بير انتاج، او بير غازي. عرفنا من أن نفتحها من الرمز بجوار اسم البير. انتهينا من هالنقطة. راح نروح ندخل بيانات الديفيشن. لان دخلنا الويل هيد ندخل بيانات الديفيشن لحتى نشوف هل البير عمودي ام البير مائل ام البير افقي، يعني شكل البير. ايضا من الويل انقر بزر الماوس اليمين امبورت اون سيلكشن، اروح على الديفيشن يعني بيانات الديفيشن، انقر نقر مزدوج، اروح على لاحقه الويل هيد واغيرها الى ويل باث ديفيشن، كنترول ا احدد كامل الابار ديفيشن، اعطيه اوبن. الان راح يفتح لي نافذه اعمل مقارنه سريعه ما بين الابار. تتذكر قبل شوي لما دخلنا بيانات الابار اللي هي العناوين الابار، الان دخلنا المعطيات الداخليه للابار. يعني اذا قارنا مقارنه سريعه نلاحظ انها متطابقه، نعطي اوكي. الان هاي النافذه اللي طلعت معي تتضمن مقارنه. المقارنه اما اقارن عن طريق الانكلينيشن والازيموث، او اقارن عن طريق الاكس واي زد. طبعا احنا راح ننقر على هاي النافذه وننزل على اكس واي زد، نعمل مقارنه عن طريق الاكس والواي والزد. نلاحظ بانه رقم الاكس 2، رقم الاكس 3، رقم الاكس 2، رقم الواي 3، رقم الزد 4. ننزل على النافذه هاي السفلى للاسفل تطلع عندنا الام دي اكس واي والزد. لان رقم الاكس بالعمود ما هو؟ 2. طيب والفوق ايش قد؟ 2. 2. والواي 3 كمان، والزد 4 4 اوكي. اذا فهي مطابقه، معناته نعطي اوكي فور اول. حمل لي بيانات الديفيشن. صار عندي نوعين من الداتا. اول شيء حملت بيانات الاكس واي توب ديبث وبوتوم ديبث، الان حملت بيانات الديفيشن. طيب اروح على الويندو، افتح على 3 دي ويندو وانقر على الويلز الابار. الان اظهر لي الابار مع، سابقا كان اظهر لي فقط الرموز، الان اظهر الابار مع بروفايل البير. فصار عندي واضح البير اذا كان عمودي او مائل. طيب الان هالبير ممكن ما يكون واضح شوي البروفايل، ننقر نقر مزدوج على الويل، يفتح لي نافذه سيتنج فور ويلز. الان راح تلاحظون في عندي بايب ويت، يعني عرض البايب يعني عرض البير. اعطيه مثلا
70 يعني ازيد عرض البير لحتى يظهر معي بروفايل بير بشكل واضح. اوكي الان اصبح اوضح، قربت بعد طبعا عن طريق دائرة الماوس. الان صار عندي هاي الابار واضحة. طيب الان اريد احط الابار ضمن شبكة، نفتح هذا الخيار اللي هو تلاحظونه في نافذة الادوات، حطينا الابار في شبكة. ان كان نقرب من بعد نشوف بروفايل كل بير. واضحة خطوات العمل لحد الآن؟ ايه تمام واضحة. أخي متين، الأخ سارة، تمام الأخ علي، يمكن معنا المشترك، مشترك الجديد الأخ علي، إذا في أي سؤال خبروني مشان أعيد لكم إياه. الآن راح ندخل النوع الثالث من البيانات اللي هو الويللاس، اللي هي بيانات القياسات البئرية. أيضا أروح على الويلز بزر الماوس اليمين Import on Selection، أنا أكون حافظها بمجلد اللي هو اللاس، فتحت على اللاس. أهم نقطة أغير اللاحقة إلى ويل لوج لاس، بدون تغيير اللاحقة يتخربط عندي كل الشغل. ويل لوج لاس، بعدين كنترول A حددت كل الآبار، أعطيه Open، أظهر لي نافذة مقارنة، أعطيه أوكي. أظهر لي نافذة مقارنة أخرى، لكن أنا هون ما راح أشتغل شيء لأنه القياس عملته شركة القياسات ومصممة هذا اللاس بطريقة أنه جاهز للإدخال، بس أعطيه أوكي فور أول. اوكي الان نزلت عندي القياسات البئرية، راح اروح على نافذة اروح على نافذة الويندو، افتح نافذة اسمها ويل سيكشن ويندو. هاي نافذة نفتحها مشان نظهر القياسات عندنا ونتعامل معها. اوكي هاي فتح النافذة. ننقر على الويلز، أظهر لي الآبار بالنافذة. طيب ما أظهر اللوكات، أظهر فقط الآبار. الآن من هالنافذة لاحظوا في عندي شكل منحني أو قوس اسمه ديفييتد بور هول. ديفييتد بور هول هذا يعرض لي شكل بروفايل البير، هل البير عمودي أم مائل. أنقر عليه مشان أشوف بروفايل البير. لاحظوا أظهر لي بروفايل هذا البير في ميول، هذا البير مائل، هذا البير طبعا يعني محفور بطريقة مائلة بزاوية ميل كبيرة. فأنا تعرفت على بروفايل كل بير اللي كنت أشوفه بالنافذة ثلاثية الأبعاد، الآن شفته بجوار البير. هاي نافذة تهمني لحتى أعرض اللوجات. الآن داخل نافذة الويلز في عندي القياسات البئرية، هاي القياسات فقط أنقر عليها Global Well Log، اسمها Global Well Log هذا الرمز، أنقر عليه أظهر لي القياسات. طبعا نركز على أنه الدبث راح يكون عندي SSDVD، لأنه في عندنا عدة خيارات، في عندنا MD Major Depth، الميجر ديبث العمق المقاس، في عندي تي في دي العمق العمودي. اذا كان البير شاقولي فالام دي تساوي التي في دي، اما اذا كان البير مائل او افقي الام دي اكبر من التي في دي.
فأنا أختار الاس دي في دي هذا الأفضل، وأشوف عندي القياسات. طبعا أهم القياس الموجود عندي هو قياس الجاما، راح أركز عليه. الآن في عندي نافذة اسمها تمبلت سيتنج، لاحظوا مكانها، أعيد لكم، هاي النافذة اسمها تمبلت سيتنج. ننقر عليها تظهر لي القياسات اللي أنا دخلتها، هاي القياسات الموجودة للآبار تظهر بها النافذة. الآن في عندكم رمز، مثلا رمز بجوار الجاما، وفي عندي الحرف، حرف الجاما. أنقر على حرف الجاما، يعني الجاما ري، تفتح لي نافذة. هاي النافذة فيها ليميت، ليميت يعني الحدود، لأنه إذا لاحظنا في الويل هيد أعطيني الجاما بين 36 وال 143، بينما الجاما احنا عادة مثلا ناخذها بين 0 وال 100، فاخذ المينيموم والماكسيموم بين 0 وال 100. هل المنحني عادي او معكوس؟ اخذه عادي. الستايل ممكن نغير منها المكان، نغير اللون، لون الخط، ممكن نغير شكله الى نقطي، ممكن نغير اللون، يعني هي كماليات. إذا غيرنا المينيموم والماكسيموم بين صفر، أخذناها بين صفر والمية، أخلينا نورمال. ستايل طبعا هي لتغيير. في عندي البوروسيتي، في عندي البيرمابيليتي، أيضا ممكن تفتحون على أي قياس آخر ونحدد ليميت له، مثل البوروسيتي بين 0.1 و0.5. نعطيه أبلاي. الآن غيرنا الويل هيد. في عندي من ستراتوغرافي، ننقر على ستراتوغرافي، يظهر لي الويل كورليشن. بنافذة الويل كورليشن في عندي ايديت ويل توب، انقر على ايديت ويل توب واخذ اول رمز، اول رمز هذا اللي هو اسمه كيرف فيل. الكيرف فيل هذا اعبي به الكيرف مشان تسهل علي المقارنة. طبعا لاحظوا باي مكان نعبي به راح يتم على كل الابار. طبعا هذا يفيدني الكيرف فيل انه احدد اماكن الشيل مع اماكن الساند. احنا نعرف الشيل له جاما ري مرتفع، اما الساند الجاما ري منخفض. فنلاحظ اللون مختلف للشيل، اما الساند اعطاني لون اخضر. وهذا ايضا بالنسبه لبقية كامل الابار. واضحه؟ في عندكم شيء سؤال على الخطوات؟ لا تمام لحد الان. كل واضح لحد الان؟ اي تمام طيب. استاذ. انتهينا من فقرة إدخال الداتا. الآن بدنا نشتغل على هالبيانات اللي دخلناها. أول عمل راح أقوم به هو أني أعمل شيء اسمه كروس سكشن، أو مقطع بين الآبار. أعمل كروس سكشن، مقطع بين الآبار، أروح على الهوم من ويندو ل3D ويندو، راح أفتح هاي نافذة ل3D. أحدد، أنقر على المربع بجوار ويلز، فتح لي كل الآبار. الآن أنا عندي طبعاً هذا النموذج بسيط. إحنا بالحالة الحقيقية أنتم بس بالشركات راح تشتغلون على 400 أو 500 بير، يعني الحقل راح يتضمن عدد كبير من الآبار. كيف بدنا نرسم مقطع ما بين هالآبار؟ إحنا نريد مقطع يمر من مكان معين. فالطريقة
من ستراتيغرافي ننقر على اكس سكشن اديتنج، يعني مقطع بين الابار، اكس سكشن اديتنج. فتح لي هاي النافذه، هاي الاكس سكشن مع مؤشر لاحظوا مؤشر ماوس تغير، مؤشر ماوس اصبح له شكل مختلف وصار يعطيني خط واضح عليكم. هذا الخط انا انقر على اي بير اريده مشان يربط بيناتهم، راح اعمل سكشن لهالاتجاه لهالبير. اريد اوقف، يعني انا عملت سكشن لمجموعه من الابار، اعمل اكبس على زر اكزت خروج لحتى يوقف اضافه مزيد من الابار. الان هذا السكشن اللي راح اعمله، طبعا انت من النافذه ممكن تقرب وتبعد، واضح علينا؟ هذا اذا كان عندك عدد كبير من الابار انت ممكن تربط بين مجموعه من الابار. اوكي، الان انا النافذه اللي فتحت اوتوماتيك هي هاي النافذه، تتضمن الابار اللي انا حددتها، يعني كل بير مر ضمنه هذا السطح اضاف لي اياه بهالنافذه، بامكاني احط لها اللوجات واشتغل عليها. يعني هو اخذ مجموعه من الابار وربطها مع بعضها. اوكي، واضح؟ اذا اول عمل عملناه هو عملنا مقطع بين الابار والسكشن. الان الشيء الثاني راح نشتغله هو الويل توب. راح نفتح ايضا ويل سكشن، يعني نفتح بيانات الابار، نحدد الويل ونحدد اللوكات. الان بالنسبه للويل توبس، يعني اعالي الطبقات، يعني انا اقول انه عندي طبقه، طبقه لايمستون، طبقه شيل، اسم هاي الطبقه، مجالها. في عندي طريقتين للتحديد، اما عن طريق القياسات البئريه مثل الجاما ري ممكن تحدد لي تميز لي بين الشيل والسان، او ممكن ناخذها من بيانات الجيولوجيا، من بيانات تطلع من الكاتنج اثناء الحفر، يكون عندي تحليل لثولوجي. الان راح اعتبر عندي انه ما في عندي بيانات للطبقات وانا اريد احللها بنفسي، فممكن ممكن اخذ من نيو ويل توب فولدر، وين موجود؟ بالستراتيغرافي، نيو ويل توب فولدر. إذا نقرنا على اليوم ويل توب فولدر راح يفتح لي بنافذة الانبوت ويل توبس، لأن هو يستنى، البرنامج يستنى مني إني أحدد الطبقات اللي عندي، إنه عندي طبقة ساند، عندي طبقة شيل، فأعمل إيديت ويل توب وأختار الخيار الثاني من إيديت ويل توب. أول خيار كان هو إنه نملأ الأسطح، كان نملأ القياسات، لا اختار الخيار الثاني اللي تلاحظون عليه هو مؤشر ماوس محطوط على نقطتين، هذا اسمه edit will top، اي edit will top، ننقر عليه ونبدأ بتحديد الأسطح. مثلا انا عندي هذا السطح اعتبره عندي طبقة ساند، هاي طبقة الساند موجودة بهذا بالبير الأسفل، هاي طبقة الساند، حددت السطح العلوي إلها، لأن ها هي نفسها طبقة الساند. عندما تنقر على أعلى الطبقة يتم وصل مباشر ما بين الآبار. طبعا
عندي هذا البير موجود بين الـ A16 والـ B2، هو بير ما في داتا، احنا حطيناه لحتى اذا واجهتنا هاي المشكلة نتخلص منها بسهولة. بين البير A16 والـ B2، هاي الـ A16 وهذا الـ B2، البير رقم B1 ما في داتا، ففقط ننقر عليه او نعمل له حذف. الان شلنا، لما شلنا هذا البير صار بامكاني اوصل الابار مع بعضها ايضا عن طريق هاي الطبقه السان، اتبع الطبقه الموجوده ضمن الابار. هذا البير مثلا ممكن تكون بها مكان على سبيل المثال، تابع الخطوات بنفس الطريقة لحد ما توصلون لآخر بير. طبعا ما دام انه في اتصال ما بين البيرين، يعني تلاحظون انه الخط تم توصيله بشكل اوتوماتيك، معناته الشغل صحيح. هاي طبقة السان، اذا عدينا بير، يعني اذا عدينا بير ما حطينا له اعلى الطبقة التوب زون، ما راح يتم التوصيل ما بينهم، يعني يصير عندك انقطاع. لان انا حددت اعلى طبقه، هاي ممكن يكون لها تسميه معينه، مثلا طبقه شيرانيش او طبقه رطبه ساندستون. الان انا حددت السطح العلوي للطبقه، كيف احدد السطح السفلي؟ يعني هذا التوب زون، اريد احدد البوتوم زون. البوتوم زون لهالنطاق هو التوب زون للنطاق الاسفل منه. اروح على النافذه المفتوحه، هاي النافذه الاولى اللي هي التوب بليت، في عندي نافذه بجوارها، هاي النافذه فيها هورايزون واحد، اروح انقر على اول خيار اللي هو تلاحظون فيه مجموعه من الدوائر اسمه، اذا حطينا مؤشر ماوس عليه نيو ويل توب هورايزون، بس نقرنا عليه اعطاني، راح يعطيني السطح الجديد. لما ننقر على السطح السفلي اعطاني هورايزون 2، يعني الجزء السفلي او الطبقه الثانيه، ونكرر نفس الطريقة. نروح ناخذها لكل الآبار. طبعا هاي العملية بدها، انا عم اذكر لكم اياها على سبيل المثال، لكن انتم لما تشتغلونها اشتغلوها بدقة، تحتاج الوقت. هذا حددنا السطح السفلي. أستاذ ممكن سؤال؟ تفضلي تفضلي ألو، تفضلي يا أخت سارة، معك. هو مو تجي بيانات الأبو، أي هي بيانات عفوا التوبات تجي صح جاهزة، يعني ممكن صح نحملها رأسا بدون ما، صح يعني أنا هاي راح العملية ممكن تكون مو دقيقة. صح أنا راح أحملها. أنا الخطوة الثانية راح أحمل بيانات الويلتوب الجاهزة، لكن أنا الآن أريدكم تتعلمون أنتم إذا بدكم تفسرون لحالكم. ها حلو هاي صحيح مو حلو دقيقة، لكن إحنا نريد نعتمد على نفسنا، لأنه أنا الـ جميل الـ الشيء الـ الشيء اللي أنا ضده إنه أنا أعطيكم بيانات وفورا نحملها. يعني مثلا أنا عندي حاليا بيانات خرائط وبيانات سازمك، أنا راح أحملها آخر شيء، ما راح أخليكم تحملونها لحتى انتم تشتغلونها بايدكم، تمام؟ فانا الشيت جاهز اعطيكم اياه بالمرحله التاليه، بالمرحله الاولى احنا نشتغل بايدنا. اوكي؟ طيب، لان انا حددت هالنطاق هذا على سبيل المثال، قد يكون دقيق قد يكون مو دقيق، المهم انه شغلكم وكمبتدئين ممتاز، شو ما طلع معانا. المهم انه احنا نعرف مصدر هالداتا، السطح شلون طلع. هذا الويل توب لما انقر عليه راح يظهر لي الاستراتيجرافي، الاستراتيجرافي راح يكون فيه هورايزون 1 وهورايزون 2، يعني السطح العلوي والسطح السفلي. طيب هذا السطح العلوي اللي انا حددته هو لطبقه الساند ستون عند هذا العمق 1780 تقريبا،
عند عمق ثاني هو 1930، عند عمق ثالث، يعني هو متغير على حسب عمق هاي الطبقة. طبعا عمق الطبقة بين الآبار يختلف، ليش؟ لأنه في مسافة بين البير والبير الثاني، وهي المسافة راح تلاحظونها عندك في سهم 2842، هي المسافة ما بين البير A16 والبي 2. فعندي مسافة حوالي 3 كيلومتر بين هالبيرين، لذلك تلاحظ أنه سماكة الطبقة ممكن تختلف، صار في عندي تغير سحني، صار في عندي حت، صار في عندي فالق ممكن أثر. فإذا سماكة الفورميشن متغيرة وليست ثابتة. طيب هل ممكن أعرض أنا هالطبقة هاي على شكل خريطة؟ يعني أشوفها على شكل خريطة؟ ممكن. الطريقة نروح على الستراتوغرافي، هاي النافذة المفتوحة الستراتوغرافي، على ميك سيرفيس، أنقر على ميك سيرفيس، تفتح لي هاي النافذة، أحدد طبقة الهورايزون واحد، يعني هاي اللي أنا حددتها الخط باللون الأزرق السطح الأول للطبقة. بعد ما حددنا نضغط على السهم، إذا نقل الهورايزون إلى هالنافذة. الآن الأتربيوت، يعني المتغير اللي إحنا راح نرسمه هو الزد، هو عمق الطبقة، لأنه هذا المتغير هو العمق. لاحظوا أن عمق هالسطح هذا 1900، في مكان آخر عمقه 1700. لأن أريد أضع هذا العمق على شكل خريطة بعد ما وصلته من بين الآبار. أنقر عن نيم وأحدد له اسم، مثلا ما هو اسم هالطبقة؟ مثلا توب شيرانيش. الآن suggest sitting from input، يعني هالداتا من وين جاية؟ هل هي جاية من بيانات؟ إذا نقرت على هالخيار راح تشوف يقول لك هل هي من السايزميك أم هل هي من الويل توب بوينت؟ أقول له هي من الويل توب، هي من بيانات الويل توب، لو الويل لوج، هي من الويل لوج احنا محصلينها. فأنقر على الويل توب بوينت هايف دنسيتي أو ويل توب بوينت لو دنسيتي. هاي الخيارات أروح أنقر على الجيومتري، أختار أوتوماتيك، يعني الجيومتري شكل السطح أختاره أوتوماتيك. وآخر شيء نعطيه apply. تلاحظون بعد ما حطينا apply انشأ لي سطح اسمه توب شيرانيش. هذا السطح كيف اعرض هذا السطح؟ اروح على نافذة، طبعا احنا الويندو موجودة في الهوم، او الويندو تقدر تفتحها من الاعلى، هاي مفتوحة بشكل دائم، بشكل اسرع نفتحها من الاعلى، نفتح الشكل 2D وننقر على الخريطة اللي أنشأناها، هذا السطح. لأن هاي الخريطة اللي شايفينها هي السطح العلوي للطبقة اللي عملناها قبل شوي، لأن هذا السطح العلوي هذا لاحظوا ظهر بجنبه إشارة سطح الهورايزون واحد، هذا السطح العلوي، هاي الخريطة. الآن أنزل عليها الآبار، بس ننقر على الويلز، نزلنا الآبار. لاحظون هاي كل بير احنا ربطنا بينها. الآن أنا الخطوط هاي اللي هي الأعماق ما هي واضحة أو ما في تسميات سهلة، ننقر نقر مزدوج على الخريطة. أروح أظهر على annotation، اعمل له شو يعني اظهار، ممكن اختار رقم اكبر مثلا 150. طبعا هاي انا فتحت النافذه من النقر المزدوج على التوب شيرانيش، هاي خريطه السطح العلوي، اعطي اوكي، اظهر لي الاعماق على الخريطه. لاحظوا إذا قربناها، لأن هاي الأعماق 1950، 1980، 2000، هاي كيف حددناها؟ بناء على السطح هذا اللي ربط ما بين الآبار. طبعا نكرر نفس الخطوات للطبقة الثانية الهورايزون 2، وأنتم مثلا ممكن تعملون 5 طبقات أو 6 طبقات وتكررون نفس العملية مشان تاخذ إيدنا على الشغل.
طبعا عندي من هذا الشوهد ممكن اظهر الاحداثيات او احدث احداثيات الخريطه الاكس والواي، وممكن ايضا اظهر الاوتو ليجد اللي هو المؤشر اللوني اللي يظهر لي الدبث العمق من ناقص 1500 لناقص 2500. فهو الان بناء على اللون اقدر اعرف العمق، فالاحظ انه هذا اللون الاصفر عمق 1600 ناقص 1600، يعني هو العمق قليل، بينما باللون البنفسجي العمق كبير، الازرق العمق كبير، يعني هذا الجزء من الطبقه عميق، بينما هذا الجزء من الطبقه مرتفع، فالطبقه معناته مايله بهذا الشكل، قد تكون مضروبه بفالق، معناته انا لازم اوجه الابار بالاتجاه المرتفع من الطبقه. تكرروا نفس الخطوات بالنسبه لكامل كامل الزونات اللي ممكن تشوفونها. الان بدي عوامل تساعدني في هالمقارنه، يعني اني احدد توب الطبقه او اقارن ما بين الابار، يعني امر شوي صعب. ففي عندي وسيله مساعده، هاي وسيله المساعده اذا نقرنا على الايديت والتوب وفتحت لي هاي نافذه، وسيله المساعده اسمها الجوست. هذا الجوست هذا الشكل عاملينه مثل الشبح، هذا الجوست اذا نقرت عليه اروح انا احدد على هالطبقه، راح الاحظ انه يسحب لي اللوج لحتى اخذه واحطه على البير الثاني. فبالحاله هاي انا اقدر اقارن ما بين الابار. اعيد لكم اياها، من اديت ويل توب تظهر لي نافذه، افتح على الجوست، اختار اول خيار من الجوست واروح احدد من الجاما راي، احدد مجال معين. هذا المجال هو واضح، اروح اقارنه مع الزون الثاني، يعني اشيل هذا الجزء. لاحظوا انا حاليا ماسكه بالماوس، طبعا انت تمسك بالماوس ما تترك الماوس، بدي اقارنه مع الجزء الثاني المسموح لنا، مسموح لنا ان هذا مسموح، لانه الطبقه ممكن تتعرض لعوامل تتغير سماكتها. تروح تقارنه مع نطاق ثاني لحتى تتاكد انه هاي الطبقه نفسها بهالمكان. الان في عندي بالجوست بالخيارات ايضا في عندي اني اقارن مجموعه من اللوجات، يعني اذا اخترت الخيار بالجوست راح تاخذ عدد من المنحنيات. راح تاخذ عدد من المنحنيات وتقارنها. طبعا هذا هو يختفي، يعني يختفي بشكل عادي، ما يلزم يعني انه بس تتركونه هو راح يختفي بشكل اوتوماتيك، هو فقط للمقارنة. واضحة. استاذ تمام، في عندكم شي سؤال؟ تمام استاذ واضح. طيب الان عندي انا بيانات جاهزه للتوبات، هاي تجيني موجوده من الجيولوجي او من البتروفيزيا، كيف ادخلها؟ اروح على نيو ويل توب فولدر، اظهر لي مجلد جديد، اظهر لي ويل توب بمؤشر الماوس اليمين، اعمل امبورت اون سيلكشن، ادخال، يعني بدي ادخل بيانات على هالمجلد. انا مجهز بيانات الويل توب ايضا ب مجلد، في عندي بيانات والتوب. طبعا اختار ايضا لاحقه، هي راح تظهر عندي بشكل اوتوماتيك، لاحقه اسكي بترل والتوب اسكي، حددته اوبن. اظهر لي نافذه مقارنه، الان راح انزل لي ايضا اوكي فور اول.
الآن أنا التوبات اللي حطيتها حذفتها، شلناها. أنقر على التوب، نزل لي التوبات الموجودة في الحقل هاي الجاهزة. أوكي، يعني احنا طريقتنا ما راح تكون دقيقة 100%، هاي التوبات الموجودة بشكل منطقي من الحقل، من دراسة الحقل. لكن احنا بدنا نشتغل بإيدنا، حتى لو ما هو دقيق، لكن احنا بدنا نتعلم. هاي التوبات الموجودة من الحقل، إذا نقرنا عليها على الستراتوغرافي، ننقر على التوب، بعدها الستراتوغرافي راح يظهر لي أسماء التوبات. فعندي هاي الكريتاسي، طبقة الكريتاسي، بعدها التاربلت، بعدها التاربلت 2، بعدها، إذا هاي كل طبقة مع حاطة على شكل زونات. تمام؟ لأن هاي الطبقات اللي نزلتها أنا واللي هي جاهزة من قسم الجيولوجيا، هل بإمكاني أظهرها على شكل خرائط؟ يعني هي زونات مأخوذة للآبار، هاي الزونات ممكن أظهرها على شكل خريطة؟ يعني أشوف، لأنه تلاحظون مثلا الكريتاسي على سبيل المثال، أو التابلت، يعني بهذا البير على عمق 1800، إذا اتبعناها بالبير الثاني على عمق 1700 تقريبا، تغير العمق بين بير وبير. فأنا للسهولة ممكن أظهرها على شكل خرائط بطريقة عمل ميك سيرفيس. طبعا هذا الميك سيرفيس وين موجود؟ من نافذة الاستراتوغرافي. وننتبه لنقطة مهمة جدا، عندما نشغل بترل ما نكبس على أي خيار، نترك البرنامج يحمل ونعطيه وقته الكافي، لأنه أي ضغط على أي شيء وهو أثناء ما يفتح ما راح يظهر عندكم الميك سيرفيس، راح يصير في خلل بتحميل البيانات. إذا من ميك سيرفيس أنا راح أنزل، طبعا راح تلاحظون البيانات القديمة موجودة، فنعملها حذف، ريموف، ننقر بزر الماوس اليمين، نعمل ريموف، بزر الماوس اليمين ريموف، أحدد سطح طبقة التوب تاربلت، أريد أعمله على شكل خريطة، أحدده، بعدين بالسهم دخلته للجدول. لان في عندي التابلت، يعني المتغير هو الزد اللي هو العمق، نيم احدد تسميته وليكن سيرفيس واحد، السجن سيتنج، يعني منين جايبين البيانات، من التوب، الجيومتري اوتوماتيك، ونعطي ابلاي. ننزل للأسفل، راح نلاحظ أعطاني السيرفس من ويندو، هاي الويندو من الأعلى نفتحها 2D ويندو. طبعا ليش اختار 2D؟ لأنه هي خريطة، هاي خريطة 2D ويندو، ممكن أيضا أظهر عليها الآبار، وممكن أيضا أظهر التسميات أو الأعماق عن طريق هالنافذة. بنقر المزدوج على السيرفس، نعمل شو، ونختار اوكي، ونظهر المؤشر، الرموز اللونية اللي تظهر للأعماق على الخريطة. لاحظوا بأنه هاي الخريطة اللي عملناها من طبقة التوب تربلت اللي هي جبناها جاهزة، تشابه الخريطة اللي أنشأناها قبل شوي ولا لا؟ نعم تشابه. اللون الأصفر، اللون الأصفر اللي هو العمق القليل، متشابهة. اللون الأصفر هو العمق القليل، اللون الأخضر تقريبا هو العمق 2000. إذن هاي الخريطة جبناها منين؟ من طبقة التوب تربلت. أنتم ممكن تعملوا خرائط لكل هالطبقات، طبقة طبقة تعملوا لها خريطة. استاذ سيد، الخريطة اسمها توب لكل طبقة، صحيح؟ توب لكل طبقة. أيوة انت تعمل توب للطبقة، الطبقة شلون شكلها؟ متعرجة او مائلة او افقية؟ تمام؟
لا انا عملت للتوب تاربريت مثلا طبقه التوب تاربريت، وعملت لطبقه التوب كريتاسي على سبيل المثال. شوف اخي متين، اخي متين عم تسال ولا إبراهيم. ابراهيم؟ إيه معك أنا. ابراهيم ليك، انت عملت لطبقه التوب كريتاسي اوكي، بعدين عملت لطبقه التوب تاربريت. عندما عملت للتوب كريتاسي والتوب تاربريت يعني انت كانك عملت عرفت مجال الزون بيناتهم صحيح؟ ايوه تمام. انت عملت لسطح الطبقه العليا وبعدين عملت لسطح الطبقه السفلى، يعني كانك انت عرفت الزون اللي بين الطبقتين. وانا لما اعرف سطح الطبقه شلون جاي هذا يفيدني بموضوع حفر الابار المائله مثلا. احنا نعرف لازم نميل البير بنفس ميل الطبقه مشان ما يخرج البير من الطبقه المنتجه. لما بدنا نحفر بير بجزء افقي يفيدني بتحديد اماكن الابار الجديده اللي بدي احفرها. جدا مهمه هاي الخريطه. تمام، فانتم تعملوا لي تعملون اول شيء عندكم الهوم وورك، يكون الحمد لله منصب البرنامج. عندنا الهوم وورك، بدنا نروح احنا نعمل طبقات لحالنا حتى لو خطا، معلش تختاروا لي مثلا طبقه معينه تعملوا لها سطح علوي وسفلي ونعملها خرائط اوكي، وبعدين تدخلون بيانات التوب الجاهزه وتعملوا لها ايضا خرائط اوكي. اوكي هذا الشيء اللي مطلوب منا. استاذ بعد اذنك سؤال ثاني، تفضل. اذا الخريطه انا بدي احفظها فيني تمام احفظها هيك يعني بشكل افرادي عن المشروع ككل؟ اوكي. الان احنا طريقه الحفظ في عندنا عده طرق الحفظ راح نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل بالنسبه للبروجكت وبالنسبه للحفظ حفظ العمل. أيوة. في عندنا الحفظ الفردي وفي عندنا حفظ كامل. مثلا في عندنا حفظ الفردي ممكن انت تختار مثلا من السكرين شوت هاي، انك تختار مثلا من الكاميرا. الحفظ الكامل نختار مثلا من الفايل لما نختار بروجكت انه كل 15 دقيقه تحفظ لي العمل مشان اذا صار شيء لا سمح الله ما يروح النموذج، لانه انت ممكن هذا العمل تراكمي اوكي. تمام. لانه انت ممكن تشتغل مثلا ممكن تشتغل اسبوع او اسبوعين او شهر على نفس النموذج، فاحنا ممكن نعمل له حفظ كل 15 دقيقه، وانت ايضا لما تسكر البرنامج تعمل له حفظ. الان عندي الموضوع، ما اعرف اذا في عندكم شيء سؤال على العمل لحد الان. واضحه؟ لا تمام واضح استاذ. تمام اوكي. الان في عندي طريقه اني احط التركيب الليثولوجي، يعني انا عندي مثلا لاحظوا في هذا العمود اللي هو ساند وشيل، يعني عامل لي لون اصفر ساند لون بني هو شيل. طيب هذا العمود كيف ظهر؟ هو هذا العمود راح يساعدكم بموضوع التحليل والمقارنه، لكن كيف ظهر هذا العمود؟ هذا العمود لحتى نظهره او احنا نعمل مثل طريقه استخدام طريقه الذكاء الموجوده في البترل لحتى يستخدم القياسات البئريه ويقوم بتحليل ليثولوجي. يعني البرنامج بشكل اوتوماتيك راح يحلل القياسات الموجوده ويعطيني انه عندك انت هذا الزون هو رملي، هذا الزون غضاري، هذا الزون شيل، هذا الزون مثلا كربوناتي. كيف هالطريقه؟ نروح على الستراتوغرافي، نفتح شيء اسمه نيورال نت تجدونه بجوار الحاسبه. نيورال نت هاي اللي هي صار مثل المنحني، فتح لي هذا هاي النافذه. الان عندي هاي الابار، اروح احدد الابار كامله، بعدين اختار اللوجات اللي ممكن اظهرها. هاي اللوجات الموجوده الداتا تايب نسميها، هي الداتا تايب طبعا الويل لوج، الميثود نيورال نت. ونعطي ابلاي اوكي. طبعا انا لاني مشتغلها قبل ما راح تظهر حاليا، عندنا هاي هو مظهرها قبل اللي هي هذا الشكل.
في عندي الطريقه الثانيه اللي هي اليدويه. الطريقه اليدويه موجوده بنيو ديسكريبت لوج، ننقر عليها، اعطاني جنرال ديسكريبت اوكي، راح يفتح لنا عمود بجوار اللوجات. هذا العمود احنا نحدد عليه بشكل يدوي انه هاي الطبقه عندي طبقه الساند، لاحظوا بجوار كل بير فتح لي عمود. فعلى حسب الطبقه الموجوده، مثلا هاي طبقه الساند انتم تحددونها وتغيروا لها اللون الموجود لها. طبعا انا الجلسه القادمه ان شاء الله راح احذف التحليل اللي انا عامله واعلمكم طريقه انجاز التحليل بشكل جديد. اوكي، راح احذف التحليل الموجود واعلمكم الطريقه بخطواتها، لكن حاليا كون التحليل موجود ما اضافه. واضح الطريقه؟ الان تعلمنا الطريقه اليدويه من ستراتوغرافي، طريقه نيو ديسكريبت لوج. هاي الطريقه اليدويه. الجلسه القادمه بدايه الجلسه ان شاء الله ذكروني نتعلم الطريقه الاوتوماتيك مباشره. واضح الطريقة؟ ايه تمام استاذ. الآن الجلسة هاي راح نوقف ومشان نوصلها حتى تحملون الداتا وتمشون معنا.